السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما وعدتكم ما غاديش نطلع لكم باش نوريكم لي كيلكو روب اللي لقيت اون بروموسيون وجبتهم. قبل ما نبدا الفيديو عافاك بغيت نقول لكم بان وقع لي مشكل في الواتساب، مشاو لي النوامر، مشاو لي لي ميساج، مشا لي فريمون كلشي. الوغ اللي كان ديجا مغيزيرفي شي حاجه عافاك يحاول يتصل بيا في هاد لي 48 ساعه، سينون راه لارتيكل عاوتاني غادي نحطهم كي سون ديسپونيبل. وكيما جاوني كيكو ميساج في الواتساب ان ما كيبانو ليهمش لي ما كيعاودوش يشوفوا لي زارتيكل كي تي سولدي، يعني في لي فيديو القدام. فاي حاجه بقات من لي فيديو القدام انا غادي نحاول دابا كل مره نبقى نحط دي تروك كي سون اون سولد، وهما اللي غنبداو بهم اليوم الفيديو ديالنا ان شاء الله. اذا اول ارتيكل معنا في لا ليكيداسيون توتال هي هاد القميجه البوردو لي توب ديالها مخلط شويه بحال الخيط بحال لو لان. هي ستون شوميز لي دومي سيزون. فوالا نوريكم تريزات اللي فيها في لو كول، وفيها حتى هنايا تريزات في الكميمات كما كتشوفوا. توب شويه كيتكمش مي راه رابيدمون كيتطلق فريمون بحال لو ستيل ديال لو لان داير. الوغ كيما قلت لكم اون شوميز دومي سيزون من لور الي سامبل. بالنسبه للكمام الي اوفر سايز، وبالنسبه لا طاي سي لا طاي 40. واخا مكتوبه فيها 42 مي كيما كتشوفوا راه فريمون يعني لي هونش راه ما واسعش، يعني اون طاي 38 ولا 40 غتجي ها نيشان. الوغ هادي افيك الي اوفرت افيك ان فولار و اون ليكيداسيون توتال. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها 180 درهم 180 درهم. ليكيداسيون توتال هي وبيان سور الفولار اوفير. غنخليها لكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسه، سي اون اوكازيون ان با راتي باسكو كيما كنت ديجا قلت لكم في الفيديو هاد لي شوميز كنت جبتهم ا 300 350 باش كانوا تباعوا. الوغ سي لا سول كي ريست وديجا جبتها اون سولد، الوغ بروفيتي. ثم كاينه هاد لا تونيك اللي كيتلبسوا مع لي بونطالون لارج، لان فريمون ما كتجيش طويله حتى الركبه، كتجي طويله فوق الركبه ولكن خصها ان بونطالون لارج. الوغ بالنسبه لهادي فيها اللون ديالها ديجا سي ان موف غري، موف مخلط شويه مع الغري. فيها تريزات في ليديدات هكا، فيها حتى هنايا في الصدر، وفيها ديك الكميمات اللي كيجيو هكا واسعين. الوغ بالنسبه لهاد لا تونيك كما قلت لكم يا اما الناس اللي ما كيلبسوش الطويل اولا الناس اللي غيديروها مع ان بونطالون بلون لارج. لا طاي ديالها سي لا طاي 44، تلبسها ما بين 44 46، يعني 44 كبيره حتى 46 بوسيبل انها تجيها. و لو بري ديالها تحفه، الي جوست ا 150 درهم. سمحوا لي 150 درهم اون بروموسيون 150 درهم. C'est une offre à ne pas rater, liquidation totale. La tunique, c'est la nouvelle collection, c'est la seule pièce qui est en liquidation totale, 250 dirhams. 250 dirhams, nous regardons les détails. Alors, il est un peu brillant. Il est un peu brillant. فيها صديفات بحال هكا، اي نفس الزواقة ديال داك الخطيطات. وكما كتلاحظوا هنا شويه قصير على اللور، هي كتجي صراحه سبور في اللبسه. فوالا اللور ديالها كله مخطط. الوغ كما قلت سي لا طاي 46 ولكن تلبسها تا 44، يعني تلبسها ما بين 44 46 باسكو دوك معروفه بان لي طاي ديالها شويه صغار. الوغ هذه كما قلت لكم لا مارك دوك entre 44-46, liquidation totale 250 درهم. لو توب ديالها سي با ان كريب، حتى هو بحال الخيط مخلط يعني مبرد شويه، ولكن كما قلت لكم يعني التكمش شويش كيتكمش. هذا غالبا كيتكمش شويه غير من اليدين باسكو اللور فيه واحد التوب واحد اخر مخطط، يعني غير باش نعلمكم باسكو كاين الناس اللي ما كيبغيوش فريمون يصدعوا راسهم بالحديده، يعني هادي مبردة ايتو ولكن راه كاين لو ريسك شويشه كتكمش. حتى هادي سي زعما اون اوكازيون ان با راتي ب 250 درهم. خليها لكم جانبا تشوفوها كي كتجي في اللبسه. ثم كاينه هاد لا تونيك ديال كايرا ديال بيبي جين، فيها اون توت بيتيت بروموسيون
كتبقى ب 280 درهم. نوريكم لو ستيل ديالها حتى هي كي داير. الوغ هي بيان سور ان بيبي جين كول هابطة سامبل، داك لو بيبي جين داي لافي بيان سور، فيها لي بوطون كاشي وفيها واحد لو تروك هنايا في الجنيبات. هانتوما فوالا، فيها هاد الزواقة اللي فيها في الجناب بيان سور من لي دو كوتي. فوالا من اللور بيان سور الي سامبل. الوغ كتجي مزيونة في اللبسة مبردة، يعني كاريمون ديال الصيف. وبالنسبة لهادي غتل 44 صغيرة، يعني تلبسها 42 44، اونتر 42 و 44 صغيرة. لو بري 280 اي لا مارك كايرا. نخلي لكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسة. ثم لا ليكيداسيون كتشمل اوسي هاد السريولات. كاين لو بونطالون روز، روز بال، فيه في جنيب دي ستراس كيما عارفين انا خارج على مود هاد الموزون. الوغ من الجنيبات بالنسبه لا طاي ديالو سي لا طاي 44، تلبسو اونتر 42 44. لو بري ديالو ليكيداسيون توتال 150 درهم، 150 درهم ليكيداسيون توتال. وكاين هاد لو بونطالون، سمحوا لي ندورو ليكم، كاين هاد لو بونطالون فواحد لا كولور بحال البلو، فيه لاستيك اي سيورا، توب ديالو كريب. بجوجهم دي بونطالون ديال الصيف، وبجوجهم سي لي بونطالون لي كيجيو قصيصرين، يعني حد الطولة ديال واحد نيشان فيهم 95 سنتيم. الوغ بالنسبة لهاد لو بلو راه فيه طاي 46، مي سان غيان افواغ لي 46. يلاه تلبسو مولات 40 او ماكسيموم 42، 40 42. لو بري ديالو ليكيداسيون توتال 120 درهم، 120 درهم او ماكسيموم كيما قلت لكم تلبسو مولات 42، لان كيعاونو غير هاد لاستيك، مي كيما قلت لكم 42 يعني ما خصهاش تكون شغليطه. فوالا 40 42، 120 درهم ليكيداسيون توتال. اخر ارتيكل اون بروموسيون هي هاد لا روب في لو فير ايمرود. الوغ لا روب الي 2016، ما فيهاش دوبلور، ولكن هاد لو كريب ديالها شويش، يعني اللي كيجي شويش سخيخن. فيها هاد لي ديتاي هكا تجيبي كامل هنا. ممكن تلبس مع صبيبيط كوم افيك دي بوت اي اون جاكيت من الفوق. الوغ هادي لما خفتش نكذب سي لا تاي 40، سي لا تاي 40، سي لا تاي 40، مي فريمون واحد 40 لي شويش وافيان، يعني تلبسها ما بين 40 42. بري ليكيداسيون ديالها 380 درهم، 380 درهم. كتجي زوينه في اللبسه كيما قلت افيك سبيبيط ولا افيك لي بوت. ممكن في هكا فني يكون بارد الحال دير فوق منها اون جاكيت، سورتو في الكاميرا كتجي زوينه. راه غنخلي لكم جانبا كيفاش دايره في اللبسه. الوغ الجديد هي هاد لا تونيك لي كتجي سبور ا كارو. فوالا فيها لي كارو انفير، لي مونش ديالهم فيهم ان بو دو بوردو، و تم هنايا لتحت فيها لو بوردو. فوالا لي هاد لي بوطون دوري، الوغ صدايف ديالها ذهبيين شويه، و لا بوش فيها هاد زويقه انفير اي اون بوردو. الوغ بالنسبه لهادي، الوغ بالنسبة لهادي هاد الجديد، لا طاي ديالها سي لا طاي 46، و لو بري ديالها 280 درهم، لو بري ديالها 280 درهم. لا طاي 46 كتجي زوينة افيك ان جين، افيك ان بونطالون بلون، كتجي فنيونة في اللبسة و سبور. تا هاد الزويوقات اللي فيها هنايا صراحة زوينين. غنخلي ليكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسة، و نعاود لي ديتاي ديالها. لا طاي 46 و الثمن ديالها 280 درهم. ثم كاين هاد لي كيمونو اللي ولاو على مود وكيجيو طوال. فوالا فيه البوردو، فيه هاد لو بلو، فيه زويوقات زوينين، و حتى لو ستيل ديالو من التحت زوين، فيه هكايا فريفره يعني من الجناب. اكيد هالطايره معاه كامله، نوريه لكم اللور. فوالا هاكي دايره من اللور. ها
هانتوما كيفاش كتجي من اللور. الوغ بالنسبه لهادي سي لا تاي 38، مي فريمون راكم عارفين لي كومون لي كيمونو كيجيو وافيين. انا كلبس 38 قياسها جاتني كبيره، يعني تلبسها 40 ولا 42. هادي سي لا نوفيل كوليكسيون و لو بري ديالها 280 درهم. نوفيل كوليكسيون لو بري ديالها 280 درهم. لا مارك راه بلا ما نقولها غنيه يعني التعريف. ينصي البنات هاد لا روب لي فريمون رائعه. فوالا زويقات اللي فيها زوينين، فيها سميطه اون بلو، فيها هاد التكراج هكا من هنايا، وفيها اوسي في الكميمات هكا في الفرن. بالنسبه للكمام ديالها هنايا صاب، يعني اش كنقول لكم شوميز، ومن اللور الي سامبل كتجي رائعه في اللبسه، اني با ترو ايفازي. الوغ بالنسبه لهادي لا طاي ديالها 44، ولكن 44 اللي صغيره، يعني تلبسها ما بين 42 44. الفو جوست ان يكون عندها يعني عباره الكتف كيكون 38 40 هكاك. المهم اللي مهتم بها انايا غنعبر لكم ونعطيكم العبارات اكزاكت، مي كنقول لكم ان تلبسها ما بين 44 و 42 و لو بري ديالها 400 درهم. بيان سور اون روب اللي هي صيفيه، فيها الدوبلور القدام مي الكميمات لا. نوريكم لا دوبلور ديالها، فوالا لا دوبلور ديالها، لان الثوب رقيق غادي يبين مع شميشه. الوغ فوالا هادي هي لا دوبلور ديالها اون بلون، وبيان سور مغلفه هكايا حتى من الفوق، مي الكميمات نو. نخليها لكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسه، ونعاود تلبسها ما بين 42 44 والثمن ديالها 400 درهم. لا دوزيام روب هي في لو فيغ او شويش مغلوق، فيها اوسي ان بو دو موتارد. نقرب باش نوريكم الزواقه اللي فيها. فوالا الزويقات اللي فيها، الي تري جولي و تري طوندونس. يعني هاد لي موديل اللي ولاو دابا راها ايفازي لارجومون ايفازي، و فيها هاد لو تخيك هكا بلاتي نوريه ليكم. فوالا يعني كتشدو هاد جوج سميطات و كتحزم جانبا و كتعطي واحد لو ديكو زوين. الوغ بالنسبه لا روب كيما قلت لا طاي 42. الوغ بالنسبه لهادي زايده على الاولى، لو بري ديالها 450 و لا طاي 42 450 و طاي 42. مزيونه مزيونه فريمون، فيها واحد لو ستيل زوين. غنخليها لكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسه. اختتم الفيديو ديالي مع هاد لو كود كور، واحد لا روب في البلو، واحد البلو زوين، و حتى لو ستيل ديالها فريمون زوين. نتوما كيما كتشوفوا ديديدات ديالها، ركاردي فيهم هاد الفريفران، وكيجيو شويه شواسين، كيجيو شويه واسعين. فيها هاد الزواقه هكايا اون بلون، وفيها هادي هكايا مفروقه يعني عليها بحال اون بياس من الفوق، وهذا الحزيم ديالها كيما كتشوفوا تبارك الله ايفازي من اللور. الي سامبل، مهم شي حاجه زوينه راقيه وصيفيه. التوب ديالها فريمون واحد الكريب اللي بارد. توجور الكمام ما كيكونوش مغلفين، مي بيان سور القدام كامل كيكون مغلف، لان التوب الكريب لا تلبس بوحدو راه كيلقصق على اللحم، يعني ضروري خاصو يكون مغلف. الوغ بالنسبه لهادي حتى هي 450 درهم، ولا طاي 44، طاي 44 والثمن 450 درهم. غنخليها لكم جانبا كيفاش كتجي في اللبسه. الوغ الجد هادو هما لي موديل لي بارطاجيت معكم في لي فيديو، يعني لي تونيك سولدي، لا نوفيل كوليكسيون، لي روب. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم. ما تنساونيش من لايك وبارطاجيو افيك لا فامي اي لي زامي. وبالنسبه للناس اللي قالوا لي عافاك ورينا لي زارتيكل اللي بقاو، نتوما عارفين في رمضان يعني انا ديجا كندير انا غير في رمضان، و حتى الناس يعني العطله وليدات ما كيساليوش فاش كيفي هاد لا سيمين، عاد الناس غيبداو يجيو يغيكوبيريو لي كوموند ديالهم. دايوغ لي كوموند بداو كيتغيكوبيريو عندي من اليوم،
وإذا كيف يعطوني ان بو دو طون نعرف شنو بقى وندير ليكم فيديو خاص ب يعني لي زارتيكل اللي بقاو ان شاء الله. فنودعكم ونخليكم في امان الله، مع السلامة، الى الفيديو المقبل.